بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن يهدي الله بك أحدا خير لك من أم النعم، أو ليهدي في رواية أخرى: خير لك مما طلعت عليه الشمس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليكون هذا الدين ما بلغ فيه النقاء، ولن يقع الله في نذر ولا غدر إلا أوصله وأوصله الله هذا الدين بعز عزيز أو بكبر ذليل. هذا من نعم الله عز وجل علينا أن يدخل الناس في الإسلام، وهذا يحثنا على الثبات على طاعة الله عز وجل، وخاصة ونحن بعد هذا الشهر الفضيل، أن يثبت الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى تعرفه أو يقرب إليه، كما ورد في القرآن الكريم: سوف يأتي بقوم فيكم هم يكون أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. فكما ذكرنا أن هذه رعية سعودية، أختنا سوف تدخل في الإسلام وسوف تتلفظ بالشهادتان، وهذا هو المعمول به والمعمود أن الإنسان لما يدخل الإسلام يدخل في طلب نطق الشهادتين، وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Congratulations.